أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك من المرسلين على صراط مستقيم. فأغشيناهم فهم لا يؤمنون.
أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، طبعا ما زلنا معكم من داخل أحد مكاتب تحفيظ القرآن التابعة للنشاط الصيفي لإدارة أبو تشت التعليمية الأزهرية. فعاليات طبعا النشاط الصيفي وتحفيظ الفتيات وطلاب طبعا القرآن الكريم. نتكلم طبعا مع أحد المشايخ القائمين على مكتب تحفيظ القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. أخوكم محمود السمان، مدير مكتب عبد الله بن رواح تحفيظ القرآن الكريم، ونحن في المشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم التابع لإدارة أبو تشت الأزهرية. مرحبا بكم جميعا. كلمنا عن المشروع الصيفي وطريقة تحفيظ طبعا الفتيات والطلاب يعني القرآن الكريم. والله نحن في هذا المكتب ونشئ هذا المكتب منذ 2002، وتخرج منه بفضل الله عز وجل أكثر من 100 حافظ القرآن الكريم، ونحن نعلم الطلاب حريصين على تعليم القرآن الكريم بأحكام التجويد منذ إنشاء هذا المكتب. تمام، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أبوك محمود عيسى، موجه شؤون القرآن الكريم بإدارة أبو تشت. فضيلة الشيخ، كلمنا يعني عن النشاط الصيفي وخاصة الموجود داخل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم. زي ما حضرتك طبعا فضلت قبل كده، احنا أخذنا النشاط الصيفي كنا في 3 محاور. محور خاص بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، اللي النهارده طبعا احنا مشرفنا حضرتك معانا هيك، مكاتب تحفيظ الاهليه الازهر بيقوم بالاشراف عليها. فالازهر يعني ربنا كده يعني يجزيهم خير، والقائمين على المشروع الصيفي وفضيله الامام بيشجعوا الحفاظ والطلاب اللي في المكاتب الاهليه. فعشان كده المشروع الصيفي ده مش للمعاهد بس، وانما للمعاهد ومكاتب التحفيظ. فضيلة الشيخ محمود ده أحد أصحاب المكاتب البارزين المميزين في إدارة أبو تشت، راجل بيقوم على تحفيظ الطلاب يعني منذ زمن كبير، وكل سنة بيتفضل بيقدم بالمسابقة، مسابقة فضيلة الإمام، عدد من الطلاب الحافظين لكتاب الله عز وجل. فإحنا من أجل ذلك اخترنا مكتب الشيخ محمود، كل إدارة لها حق تختار مكتب واحد يكون تابع للنشاط الصيفي. تابع للنشاط الصيفي وتحت إشراف الأزهر، وإن شاء الله رب العالمين يعني يتخرج منه عدد يعني غير قليل في نهاية الترشح بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. نستكمل القراءة. أنا الشيخ محمد عبده، يحفظ القرآن الكريم برقم الآيات. بدنا نستكمل قراءة القرآن. نستكمل. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم
أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، كنا معكم من داخل أحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية الأزهرية ضمن النشاط الصيفي الذي يقوم به الأزهر الشريف لتحفيظ التلاميذ والفتيات القرآن الكريم. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.